لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحضور الكريم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. Sayın misafirlerimiz, hoş geldiniz. Herkese saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Sayın Faysal Elmaz, Vali Tavsir, Muhacirin Asumiyin. Sayın Valimiz, Veysel Hanım, Koordinatör Valimiz, hoş geldiniz. Sayın Naif Reis Belediye Şahin Bey, Sayın Birol Olkan, Şahin Bey Belediye Başkanı Vekilimiz Birol Gürsel Bey, hoş geldiniz. Sayın Fadilatü Şeyh Sâmer Rifa'i, Naif Reis Cemiyeti Şah Bin'aydi ve Kefâleti İtam. Sayın Hocam, Şam Eğitim Yetimleri, Yetimler Kazanma Derneği yardımcısı, hoş geldiniz. الشيخ الدكتور محمد ياسر المسدي أمين عام رابطة العلماء السنيين. سيد هجامس محمد ياسر المسدي. محمد ياسر المسدي. محمد ياسر المسدي. المسدي عرب بلدي عرب مسلمان بلدي باشكان مجدد. مشايخنا الفضلاء الكرام، الحضور الكرام. سيدة المجلس، سيدة المسافرين، أهلا ومرحبا بكم في الملتقى التحضيري الأول الذي تقيمه جمعية الشام لرعاية وكفالة الأيتام في عموم سوريا. شام يتمر كورما دلنين بريفيس توبانسنا خوش جلدس سفاقين. بالتعاون والتنسيق مع ولاية غازي المتاح. غازي التبادلي يا مثلا فلسطين. نرحب بحضوركم ونتمنى لهذا اللقاء أن يكون لقاء مباركا طيبا فيه الخير والنفع لأيتام سوريا ولشعبنا الطيب المبارك. هل تتذكر سيدنا سلام بيروس؟ İnşallah bu panelimiz yetkilere ve tüm Suriye halklarına yardımcı olacağını umuyoruz. خير ما نبدأ به لقاءنا تلاوة عذرة من آيات كتاب الله عز وجل يتلوها علينا الطفل إيهاب خوجة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، نلتقي وإياكم مع الأستاذ الشيخ محمد الراوي الأمين العام لجمعية الشام لرعاية وكفالة الأيتام في عموم سوريا. أستاذنا الكريم، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بكم. أستاذنا الكريم، حضرتكم الأمين العام لجمعية الشام لرعاية وكفالة الأيتام في عموم سوريا، ليتك أعطيتنا لمحة وموجز عن هذه الجمعية ونشاطاتها. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أرحب بقناة حلب وأشكركم جزيل الشكر لهذه التغطية. جمعية الشام لرعاية وكفالة الأيتام في عموم سوريا جمعية تعنى بالأيتام السوريين في عموم سوريا، تهتم بالأيتام رعاية وكفالة واهتماما بالجانب النفسي،
تسعى للتنسيق ما بين الجميع الهيئات والجمعيات التي تهتم بالأيتام السوريين لتنظم العمل. الجمعية لا تتبع أي حزب أو جماعة، الجمعية تضم من كل فئات المجتمع السوري، تضم من فئة العلماء حوالي 500 عالم من علماء سوريا. الجمعية لها فروع في جميع المحافظات السورية ولها فرق ميدانية في كل المحافظات السورية. هدفها إعادة المصداقية لموضوع الأيتام ولدعم الأيتام بعد اهتزاز المصداقية. الجمعية تسعى لدعم الجمعيات الخيرية الأخرى التي تسعى في دعم الأيتام وتتكفل بالأيتام السوريين. الجمعية تسعى لفتح دور الأيتام مستقبلا في سوريا. الجمعية تسعى حاليا لفتح مخيمات في الداخل السوري وفي الدول المجاورة. الجمعية تضم نخبة من التربويين ومن النفسيين والمختصين في رعاية وكفالة الأيتام. الجمعية تسعى أن ترتقي بهذا العمل إلى أعلى مستوى في كفالة الأيتام ورعايته. شيخنا الكريم، أنتم الآن تقيمون الملتقى التحضيري الأول لجمعية الشام لرعاية وكفالة الأيتام، ما هي الأهداف التي من أجلها يعني عقدتم هذا الملتقى؟ الملتقى هو ملتقى تحضيري للمؤتمر العام، يعقب هذا الملتقى ملتقى ثاني أيضا تحضيري للمؤتمر العام. الملتقى الهدف هو التعارف والتنسيق بين الجمعيات الخيرية المختصة بالأيتام والجمعيات التي من ضمن عملها الأيتام. نسعى لضبط القوائم، لتوحيد الجهود، لرص الصفوف، لننتقل إلى الملتقى الثاني نراجع هذه القوائم، ندققها، ثم ندخل بها إلى مؤتمر عام سيحضره بإذن الله. سيحضر هذا المؤتمر الحكومات، سنختارها لهذا المؤتمر، تحضر المؤتمر هيئات إغاثية وطبية عالمية وإسلامية وعربية، ستحضر الأمم المتحدة، سيحضر هذا المؤتمر بإذن الله سيحضر رجال أعمال السوريين وغير السوريين، سيحضر هذا المؤتمر رجال علماء من العالم الإسلامي وعلماء سوريين. سيكون لهذا المؤتمر تغطية إعلامية بكل القنوات العربية والإسلامية والعالمية. هدفنا دعم اليتيم السوري، كفالته، رعايته، إعادة التنشئة، بناء البيوت المهدمة، ترميم البيوت المهدمة، بناء دور للأيتام، بناء مدارس للأيتام. هذا ما نسعى إليه وسيحقق بإذن الله. طيب الآن أنتم عقدتم هذا الملتقى، ما هي النتائج التي خرجتم بها؟ خرجنا الحمد لله، الملتقى كان ناجح جدا الحمد لله. اتفقنا، حضر الملتقى 86 جمعية، اتفقنا الحمد لله على توحيد الجهود، اتفقنا على استمارة موحدة، اتفقنا على بدء بتعبئة هذه الاستمارات حسب الضوابط التي وضعناها في الاستمارة من بيانات اليتيم بدقة، لنرفع هذه القوائم للمؤتمر. الحمد لله الجمعيات كلها تجاوبت معنا، قدمنا مصلحة اليتيم على أي مصلحة. ستكون الأيام القادمة إن شاء الله أيام من تنسيق، من تنظيم لهذا العمل بمصداقية إن شاء الله، لنرتقى لأفضل وأعلى مستوى بإذن الله. ما هي الخطوات المستقبلية التي تنوون القيام بها؟ عندنا الآن مخطط لمخيم للأيتام في الداخل التركي، كما أن عندنا مخيم الآن يبنى في الداخل السوري. نسعى في المؤتمر أن يغطى بإذن الله أيتام سوريا كلهم دعما ماديا وعلاجا، وهذا مهم جدا، لأننا في المؤتمر سندخل ببيان قوائم الأيتام في كل سوريا وبيان المرضى من الأيتام والأيتام وأمهاتهم والحاجة والتكلفة الإجمالية لعلاجهم، لأن سندعي للمؤتمر الهيئات الطبية العالمية والإسلامية والعربية، كما ونهدف إلى بناء دور الأيتام للأيتام الذين ليس لهم أهل أو الذين فقدوا الأبوين. Konferansımızın değerli katılımcıları, değerli dernek mensupları ve çok kıymetli sivil toplum kuruluşları temsilcileri, hepinizi Allah'a selamıyla selamlıyor. Bu toplantının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. El-Ukhve-i Ulusal Belediyat
الأخوة الأعزاء منظمين المؤتمر، المشايخ الأعزاء، الضيوف الحضور الأكارم، الأخوة الأعضاء الجمعيات المشاركين، كلياتكم بسلمكم بسلم عليكم وبقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kalmamız düşünemezdi, düşünmedik ve Suriye halkının her anlamda yardımıyla beraber burada da onların hizmetindeyiz. نحن كتركيا كحكومة تركية كان من غير الممكن إنه نضل ساكتين على الأحداث اللي عم تصير بسوريا وما رح نسكت وحنتم واقفين معكم وحنتم واقفين جنبكم. Yarım milyonu geçen insana şu anda Türkiye ev sahipliği yapıyor, sizleri misafir ediyor. حاليا تركيا عم تستضيف اكثر من نصف مليون ضيف سوري على الاراضي التركيه. وبيقولوا كي sizler bizim misafirimizsiniz bizler de ev sahibiyiz. وعم نقول دائما انتم ضيوفنا ونحن اصحاب البيت. sizler muhacirsiniz bizler de ensar olmaya gayret ediyoruz. انتم مهاجرين ونحن عم نحاول نكون الانصار. نحن كتركيا حاليا عم نستضيف الاخوه السوريين سواء كان ضمن المخيمات او ضمن المدن التركيه. onlar burada kendilerine bakıyor kimisi kendi imkanlarıyla kimisi devletin imkanlarıyla yaşıyor. بعضهم من خلال امكانياتهم الخاصه عم بيعيشوا بعضهم من خلال الدعم الحكومي عم بيعيشوا هون. bu belli bir süreç bu devam edecek. خلال الفتره خلال المرحله حيستمر هذا الوضع. ama burada yetimlerimize yapacağımız ufak bir şey inanın ki ileride büyüyecek ve bizi kurtaracak bir necat vesilesi olacaktır. ولكن صدقوني اي خدمه مهما كانت صغيره حنقدمها لليتامى فهذا الشيء حنشوفه بالمستقبل وحيكون هو قارب النجاه اللي حينقذنا بالمستقبل. çünkü anaları babaları şehit olmuş şu anda yalnız kalmış bu yetimlere sahip çıkmak bence onların dualarına nail olmak duaların en büyüğü en kabul edilenidir. لأنه برأيي أكبر الأدعية وأعظم الأدعية ممكن أن نالها هي دعاء طفل يتيم فقد أمه فقد أبوه استشهد بالحرب هذا أكبر دعاء ممكن ينالها. çok öncelerden beri Suriye mültecilerle ilgili görevimiz sırasında diğer konularla ilgilenirken hep ilgi alanımız genelde Suriyeli yetimlere sahip çıkmak bununla ilgili projeler üretmekti. واحد من اهم الواجبات اللي كنا عم نشتغل عليه من خلال رعايتنا لاخوتنا وضيوفنا السوريين هو اليتامى والايتام السوريين انه كيف ممكن نرعاها. bununla ilgili proje nasıl hazırlayabiliriz, nerede nasıl yapabiliriz diye düşünürken Şam Yetimler Derneği bir gün bana geldi ve bu niyetlerini ifade ettiler. بالوقت اللي كنا عم نفكر شو هي المشاريع اللي ممكن نقدمها لليتامى قدموا لنا جمعية الشام لرعاية اليتامى وقالوا انه هن عندهم مشروع وشاركونا هذا المشروع. شاملوا عالمين desteğiyle böyle bir dernek faaliyetlerine başladıklarını ve Suriye'de böyle bir ortamın çok mümkün olmadığını ama Türkiye'de sınıra yakın bir yerde yetimler yurdu anlamında bir faaliyetin çok faydalı olacağını söylediler. بهذاك الوقت قالوا لنا في اعداد من اليتامى اعداد كبيره بسوريا ولكن للاسف ما ممكن رعايه هدول اليتامى بالطرف السوري لذلك طلبوا منا انه يكون في مركز لرعايه اليتامى على الطرف التركي قريب من الحدود السوريه. böyle bir teşebbüsü, böyle bir gayreti burada kalıbımızda bulmak, bizimle beraber bu gayretin içerisinde görmek beni gerçekten yürekten memnun etti. وجود هذه الجهود ووجود هذا المركز على أبوابنا وضمن الأراضي التركية الحقيقة أنا من كل قلبي هذا الشيء بيسعدني إنه نحن نساهم فيه. وبقولنا يعني derhal devletin, milletin, hükümetin veya yerel yönetimlerin de katkılarıyla ne yapılması gerekiyorsa bir an evvel yapacağımızı hep beraber konuştuk. وحكينا بانه نحن كدوله وكحكومه وكشعب تركي وكمنظمات اهليه تركيه ومجالس محليه كلياتنا بهذا المجال شو ممكن نعمل لازم نعمله باسرع وقت حتى نامن هذه الخدمات. ليس امرا واحدا يتعلق بالايتام ولكنه يحتاج الى من يقوم بهؤلاء امهات هؤلاء الايتام الذين اصبحنا اللواتي اصبحنا بلا راع يرعاهم ولذلك هم يحتاجون أيضا إلى عناية وأرجو الله تعالى أن تشمل عناية هذه الجمعية أمهات هؤلاء الأيتام
فإن اليتيم يحتاج إلى أم ترعاه، وهذه الأم تحتاج إلى من ينفق عليها في كرامة، وأن لا يشعرها وأن لا يشعر ابنها أنها ينفق عليها وللذي ينفق عليها المنة، بل المنة لها ولهؤلاء الأيتام الذين يقبلون أن نقوم بهذا الواجب الذي علينا. أيها الإخوة، ولا أخاطبكم فقط، ولكن أخاطب كل إنسان عنده حرية وعنده كرامة وعنده عقل وعنده رأي وعنده غيرة، أخاطبه بأن يقوم بعضنا ببعض، الناس للناس، من عجم ومن عربي بعض لبعض، وإن لم يشعروا خدموا. قيمتك أيها الإنسان أن تعتبر نفسك خادما لإخوانك ولأهليك، وخصوصا عند الحاجة. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أشاد بهذه الرعاية وقال وبين أنه هو وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى وفرج بينهما صلى الله عليه وسلم. أنا أبوي وأمي ميتين، ضربتهم الطيارة حلب. أنا أبوي مات بحلب، جيت أمي لهون بعدين ضربتها الطيارة هون. أبوي كان صايم وطنام من الجامع، عم زتت برميل وصاي يطير ضربتهم هيك. أمي بعد خلص رمضان ثلاث أيام عم شفتها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، أصحاب الفضل والعلم والقرار، أسأل الله تعالى لكم التوفيق لما أردتم من اجتماعكم المبارك هذا. أيها الإخوة الأحباب، ويكفي في فضل كفالة اليتيم أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم يقول: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. فمحمد صلى الله عليه وسلم خير خلق الله قاطبة، وأعظم الناس منزلة يوم القيامة يكون مع كافل اليتيم في الجنة. أي أجر أعظم من هذا الأجر؟ وأية منزلة ودرجة يرتقي إليها كافل اليتيم كهذه المنزلة والدرجة، أن يكون رفيقا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. الأخ الشيخ عمار طاووس، مدير مؤسسة غراس، أهلا بك أستاذ عمار. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أستاذ عمار. حضرتكم قدمتم من حلب المشاركة في الملتقى الأول، التحضير الأول لجمعية الشام الداعمة للأيتام أو الراعي للأيتام، ما هي طبيعة مشاركتكم في هذا الملتقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نحن قدمنا من محافظة حلب لحضور هذا الملتقى التحضيري. سيكون هذا الملتقى تحضيرياً لمؤتمر عام تشارك فيه الجمعيات
المعتنية بدعم أسر الشهداء وكفالة الأيتام في سوريا جميعا. ونحن في محافظة حلب قدمنا للمشاركة في إعداد هذا الملتقى في اللقاء التحضيري الأول، وسيكون هناك لقاء ثان ثم بعد ذلك المؤتمر العام. من خلال اللقاءان التحضيريان ستتبلور الفكرة لدى كل الجمعيات العاملة في دعم أسر الشهداء وكفالة الأيتام لنخرج بصيغة موحدة على مستوى وطني بإذن الله عز وجل. الشيخ عمار، حضرتك تمثل كما قلنا مؤسسة غيروس، وهذه المؤسسة تمارس عملها وتباشر عملها في مدينة حلب. ليتك أعطيت المشاهدين يعني موجز ولمحة عن وضع الأيتام، يعني عدد الأيتام مثلا، وضعهم كيف هي أحوالهم. مؤسسة غيراس تعنى برعاية الأطفال وتنميتهم، لديها عدة مشاريع. مما يخص مشاريع دعم أسر الشهداء وكفالة الأيتام، أولا توثيق هذه الأضرار البشرية التي وقعت خلال هذه الفترة، فهناك الآن موثق لدينا أكثر من 11,000 شهيد في محافظة حلب، وهناك عدد كبير من المفقودين الذين لا نعلم عنهم شيئا، وهناك ذلك عدد من المعتقلين الذين لا يدرى ماذا سيحدث بمصيرهم. فتوثيق هذه الأضرار البشرية أخذت مؤسسة غيراس على عاتقها. ثم بعد ذلك كفالة الأيتام ودعم أسر الشهداء، فقد قدمت المؤسسة للآن أكثر من 40 مليون ليرة سوري ولله الحمد، موزعة على 75 منطقة وقرية في المحافظة، إضافة إلى مركز المدينة ولله الحمد. كل هذا التقديم مع الجمعيات الشريكة التي تعمل في محافظة حلب إلى الآن لم يغطى عشر الكفالة للأيتام الموجودين في المحافظة، فضلا عن الأيتام الذين هم هاجروا من البلد أو لا زالوا موجودين في المخيمات. فلذلك المسؤولية عظيمة، ويجب أن يكون هناك تنسيق عال لعدم التكرار والازدواجية، كما نأمل أن يكون هناك دعم على مستوى دولي لكفالة هؤلاء الأيتام ومن في حكمهم من أسر المفقودين والمعتقلين والمعاقين المصابين. وهنا أركز، المعاق المصاب هو أسوأ حالا من ابن الشهيد، لأن المعاق المصاب أولاده بحاجة إلى من يعيلهم ويعيل والدهم الذي لا زال حيا ولكنه لا يستطيع أن يقدم شيئا، بل هو بحاجة إلى من يصرف وينفق عليه. بالنسبة لكم في مؤسسة غيراس، هل يقتصر كفالتكم اليتيم على الجانب المادي أم لكم نشاطات على الجانب المعنوي؟ كما ذكرت في تعريف المؤسسة، هي مؤسسة تعنى برعاية الأطفال، والرعاية تشمل الناحية المادية والناحية الصحية والناحية النفسية والناحية التعليمية، فهذه كلها ضمن الرعاية والتنمية. لغيراس نصيب بذلك ضمن المجال المتاح في هذا الظرف ولله الحمد. نشكرك أستاذ عمار على هذه الإفادة، ونتمنى لكم التوفيق والنجاح إن شاء الله في هذا الملتقى. نتمنى لهذا الملتقى وللقائمين عليه كل التوفيق، ولكم إن شاء الله. الشيخ محمد مجير الخطيب، أهلا بك أستاذنا الكريم. أهلا بكم ومرحبا، جزاكم الله كل خير. أستاذنا الكريم، أنت أحد المشاركين في هذا الملتقى. نعم. موضوع اليتامى بالأساس أستاذنا الكريم، قضية اليتامى هي قضية مجتمعية بالأساس. نعم. لذلك المعنى الأول قبل المؤسسات بموضوع اليتامى هم المجتمع. نعم. لذلك ما هي أو ما هو واجب المجتمع تجاه الأيتام؟ أولا نقول برغم كل هذه الجراح التي نعيش فيها، نقول الحمد لله أن هذه المحنة أبرزت المعادن الخيرة في هذه الأمة. هذه الأمة تختلف عن الأمم الأخرى أن هذه الأمة هي من آخر الأمم التي ظهر فيها ما يسمى مأوى العجزة، هي آخر الأمم التي ظهر ما يسمى فيها دار للأيتام، لأن الحياة الإسلامية في المجتمع المسلم تعتمد على الترابط الأسري التام، الترابط بين الجيران، الترابط بين الإخوة في الدين. لذلك يقال خير البيوت بيت فيه يتيم يكرم. إذن هذا اليتيم
لا يضيع في مجتمع مسلم، يكفله قريبه، يكفله جاره، يكفله ابن عم له، يكفله أي رجل مسلم. لكن في المجتمعات الأخرى لا توجد هذه الروابط بين الناس، لذلك اضطرت تلك المجتمعات أن تنشئ دوراً للأيتام ودوراً للعجزة. نحن في بلاد الشام بحمد الله تعالى جزء من هذه الأمة العظيمة، لم تكن دور الأيتام في بلادنا كدور الأيتام في البلاد الأخرى. كثير من الأيتام كانوا يتربون في بيوت أعمامهم أو بيوت أخوالهم أو بيوت أقربائهم، لكن هذا الوضع الطارئ الذي نعيش فيه وهذا الظلم المسلط علينا منذ عامين وأكثر، هذا يجعل مسؤولية الأيتام مسؤولية مجتمعية عامة، وأيضاً مسؤولية تقع على عاتق المنظمات والهيئات والمؤسسات والجمعيات، بل نقول أكثر من ذلك، هناك حاجة إلى جهود دولية لتلافي هذه المخاطر التي يتعرض لها الشعب السوري، وكان ضحيتها الأولى أولئك الأيتام الذين فتحوا عيونهم على الحياة فلم يجدوا آباءهم ولم يجدوا أمهاتهم. فما هي رسالتك الآن إلى المجتمع السوري بالمقام الأول؟ يعني أحد الكتاب كتب مقال: السوريون أولى ببعضهم. نعم. يعني قبل أن نخاطب الآخرين نحن نخاطب المجتمع السوري. نعم. بكل فئاته ولا سيما الأثرياء الأغنياء. نعم. ما هو واجب المجتمع؟ يعني ماذا تقول للمجتمع السوري؟ ما هو واجباته تجاه أيتام سوريا حاليا؟ الله عز وجل يقول: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ليعتبر كل إنسان أن هذا اليتيم هو ولده، وليفكر لو كان ولده في مكان ذلك اليتيم ماذا كان يتمنى لولده؟ يتمنى أن يجد يدا حانية، عطوفة رؤوفة رحيمة تعوضه ما فقد. فإذا عمل كل واحد منا أبناء مجتمعه بهذا الخلق الإسلامي الكريم لا نحتاج أن نستجدي شيئا من أحد بإذن الله عز وجل. جزاكم الله خيرا على هذه الإفادة وبارك الله فيكم، ونتمنى لكم التوفيق والنجاح في هذا الملتقى. الفرج لهذه الأمة فرجا عاجلا قريبا، إنه أكرم مسؤول سبحانه وتعالى، وشكر الله لكم والحمد لله رب العالمين. نائب الشيخ عبد النافع الرفاعي، عضو رابطة العلماء السوريين وأيضا عضو مؤسسة علماء ودعاة الثورة، أهلا بك شيخنا الكريم. أهلا بكم ووفقكم الله لما يحبه ويرضاه. شيخنا الكريم، ما هي انطباعاتك عن هذا الملتقى وهذا اللقاء الذي جرى الآن؟ هذا اللقاء يحض على أشرف الأعمال، لأن رعاية اليتيم في الإسلام من أشرف الأعمال عند الله عز وجل. نحن ديننا دين اجتماعي حض على رعاية الأرملة والمسكين والضعيف، وهذا الشيء الذي يجري في سوريا ما حدث مثل ذلك في التاريخ، ولكن النصر قريب إن شاء الله. فنحن نقدم ونجتهد ببذل كل ما نستطيع لرعاية هؤلاء الضعفاء الذين استشهد آباؤهم، وهم يعني صاروا يستحقون الرعاية من جهتين: كون آبائهم شهداء، وكونهم أصبحوا أيتام. سيدي الكريم، ماذا توجه للمجتمع السوري الآن؟ هناك أيتام كثر نتيجة الحرب القائمة، ماذا توجه كلمة إلى المستوى الشعبي قبل الجمعيات؟ نعم، أنا أوجه الواقع طلبين. الطلب الأول أنه لا ينبغي لأحد أن يبخل في هذا الوقت، هذه نقطة. النقطة الثانية أنه مهما بذلنا فإن الله سبحانه وتعالى يخلف علينا، وما تنفق من شيء فإن الله يخلفه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تتقدم جمعية الشام لرعاية وكفالة الأيتام بالشكر الجزيل وبالدعاء الخالص وبالتوفيق لكل الجمعيات والهيئات والمنظمات والشخصيات التي شاركت في ملتقى الشام للأيتام وتعاونت مع الملتقى واحتسبت، جزاهم الله خيرا. وكما نتقدم باسمكم جميعا بالشكر الجزيل
لوالي التنسيق ولبلدية شاهين به، وكذلك نتقدم بالشكر لكل شخصية أو جهة تعاونت معنا لإنجاح الملتقى. التوصيات الختامية للملتقى: أولاً، التنويه إلى أن هذا الملتقى تحضيري أول للتعارف والتعاون وحصر الأسماء وليس مؤتمرا. ثانياً، اعتماده استمارة موحدة لضبط قوائم الأيتام. ثالثاً، قائمة الأيتام تكون وفق الاستمارة الموحدة المعتمدة، وكل قائمة تخالف هذه الاستمارة المعتمدة لا ترفع للمؤتمر العام. رابعاً، إحداث مكتب الارتباط الإلكتروني بين الجمعيات على سكايب للتواصل والتشاور لا غير. خامساً، اختيار منسق من قبل الجمعيات المشاركة والتأكيد على اسمه لدى جمعية الشام لرعاية وكفالة الأيتام وتواصله مع مدير لجنة التنسيق بين الجمعيات المتخصصة والداعمة للأيتام. سادساً، مصلحة اليتيم مقدمة على كل مصلحة. سادساً، مصلحة اليتيم مقدمة على كل مصلحة. سابعاً، فيما يخص الجمعيات التي لم نتمكن من التواصل معها، نرجو من الإخوة الكرام، نرجو أن يتم ذلك قبل الملتقى الثاني، ونتمنى من السادة في الجمعيات جميعاً التعاون معنا في تسهيل التواصل. ثامناً، اعتماد جدول زمني محدد لبعض الأعمال التي سنقوم بها من فتح المخيم للأيتام خاصة وذويهم، وكذلك بعض الأعمال الأخرى ننشرها إن شاء الله على صفحة الجمعية. تاسعاً، ضرورة التنسيق والتعاون والتواصل فيما بين الجمعيات دائماً. عاشراً، التواصل والتعاون من قبل الجمعيات لتأمين ملاذات آمنة وإيواء الأيتام في أماكن تهيأ لهم للتربية والتعليم والعيش الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقولي